مدري مين؟ نعم. ماشي هذا أنا خصمان يختصمون في ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر واتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. السلام عليكم ورحمة الله. المحضرة مفعلة من حضر اسم مكان مصدر دل على المكان أي مكان الحضور المكان الذي فيه حضور الناس وهو معروف في الجاهلية فقد قال لبيدون ربيعة العامري وهو في جاهليته قبل الإسلام في الواديان وكل مغنم منهم على المياه محاضر وخيام. العرب في باديتهم في زمن الصيف يجتمعون على الماء وفي زمن الخريف ينتجعون. فكذلك المحضرة تقيم ببعض الأماكن تارة حيطاب لها المقام وإلا خرج أهلها للانتجاع. وهي لقب اصطلاحي للمركز العلمي حيث يساوي ما هو مفهوم اليوم بالجامعة الأكاديمية فتدرس فيها الفنون كلها ولا يتعرض للطالب فيأتي للدرس حيث أراد لا يتعرض له المرابط الذي يعبر به عن شيخ المحضرة لا يتعرض له في درسه لا في أي كتاب يبدأ به ولا في أي كتاب يقرأ إنما يرشده فقط إلى أن يكون معه من يشركه بالدرس ويسمى ذلك في العرف المحضر دولة لأنه قد يكون أنبه منه فيستفيد من نباهته وقد يكون أحفظ منه فيستفيد من حفظه فيقع بينهم التكامل يكون هذا ذا فهم وهذا ذا حفظ يستوعب الحافظ بفهم هذا ويحفظ الفاهم بحفظ هذا. هذه المحضرة محضرة قديمة لعبت دورا كبيرا في إشعاع العلم والثقافية في المنطقة وخارج المنطقة. هذه المحضرة أسست من أجدادي منذ 1866 كانت كل شخص 4 عندي إبهامه و7 أقدام عند قدمه من كثيرة ولا تنقص والله حد الحال سلحة ياك منين ويتم خرص الشمس تنترق عنه كاملة قد يحرم يصلي يوزن ويقيم يسأل عن جبهة ركعات يسأل معه في مختار صابين يوزن معناها شم التراب سممت عليه ياك ياك الصلاة الله تعيدها في الوقت كما في لمده المدونة يبتدئوها بعقيدة محمد عبد القادر بن محمد بعد العاد في بلد إسلامي قال عن معصية لتركها ويسكت Yeah.
أقدام لا مدى الحقاب في هذه الأرض ولا نرضى قلب مغروسة أقدام لا مدى الحقاب في هذه الأرض ولا نرضى قلب. تأخذ العلوم العربية اللسانية والإسلامية في هذه المحاضر بطريقة يكتب الأولاد أو طالبة العلم دروسهم في ألواح بمداد قابل للمحو ويجيزونها على الشيخ، بمعنى أنهم يمرونها على مسمعه حتى يصحح لهم ما يمكن أن يكون فيها من أغلاط أو أخطاء، فإذا صححوها تنحوا عن الشيخ منه براء حسنة. العلم يسوى وسيرة ويسوى لغة ويسوى فقه ويسوى حديث ويسوى تفسير، إلى ما تم يرجع فيه للقرآن ما ينعرف ولا يعود بطعنته، فيه اللي القرآن هو المرجع وهو هو الحكم. أقول لك وما في 70 بغير لبسي أي بغير شك قاتل بدر وحود والخان. لما حضر في لجور دانز ان ميليو نوماد ou caractérisé par un certain dénuement et surtout par une rareté du papier et une difficulté de conserver le papier, d'où l'intérêt et la nécessité de se fier avant tout à sa mémoire. Les sortants de la Mahadra sont des savants qui se fient avant tout à leur mémoire. Ibn al-Amin al-Shingiti a pu dicter un grand ouvrage de plus de 600 pages, l'ouvrage Al-Wasit en l'occurrence, de sa mémoire. Cet ouvrage est une encyclopédie de la culture mauritanienne dans ses aspects divers. Du point de vue qualitatif, cette institution a pu donner le jour à un certain nombre de savants particulièrement distingués. On peut citer parmi les vivants de ces savants Abdallah Ben Boye, qui est le président de la Fondation pour la préservation de la paix. On peut également citer Dr Mohamed Mokhtar Oulba, sortant de la Mahadra et qui était un haut fonctionnaire de l'UNESCO entre 1979 et 1985.